أريد أعرف إيش قاعد يصير. يعني تروح تجيب لك شغلة من المحلات العربية تلقى عليها سرة والناس ما شاء الله مثل الدود. أريد أعرف، صحيح باكر رمضان، بس قبل رمضان ما كنتوا تاكلون؟ ما كنتوا تسوون أكل يعني؟ ليش؟ يعني أجا رمضان ما كنتوا عندكم بالبيت هاي الشغلات الثانية؟ يعني شنو كنتوا تاكلون؟ بس بصل وطماطة؟ هم نفس الشيء. يعني مستغرب، أوكي؟ قاعد يكرفون الشغلات كلها، شو القضية؟ بس أريد أعرف وينكم قبل شهر رمضان؟ شنو كنتوا مسوون دايت؟ يعني ماكو أكل بالبيت؟ هسه يعني والله إجا رمضان، أوكي، صايمين، ماكو مشكلة. بس عندنا بالبيت يعني نستخدم، نقصنا بصل نروح نجيب، نقصنا طماطم نروح نجيب، الخضروات نروح نجيبها، بس مو تكرفون كل شيء. ما أدري شنو راح يصير، حرب عالمية ثالثة؟ يعني من صارت كوفيد هم كرفتوا كل شيء، لحد الآن يمكن باقي مال كورونا، لحد الآن المخزون يمكن باقي عندكم. ما أدري والله، متعجب على الناس يعني قاعد تكرف كل شيء، ما أدري. وهسه يطلع واحد يقول لك أنت همه، إيه أنا أجيب، بس مو هسه صار شهر رمضان وراح أجيب أشيل. لا، أنا دائما أروح الكاسكو، نقص عندي شغلة مكان ما أجيب واحدة ولا اثنين، باكسة كاملة أجيبها أخليها، خلصت وثاني مرة أروح أجيب. هيك أسوي أنا. ونفس الشيء اللحم دائما موجود الحمد لله، يعني عندنا اللحم والدجاج. مو اجى شهر رمضان مثل تروح على ملحمة نسيت اسمه، اوكي، صاير لك السرة منك لهنا. انا ما رحت طبعا، الحمد لله عندي زين. يعني زين قبل شهر رمضان ليش ما جبتوا هاي الشغلة؟